هنا في هذه اللحظات المميزة وبهذه الانطلاقة الرائعة. هنا في هذه اللحظات نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هنا في هذه اللحظات المثيرة الصدارة مع الظبي، الظبي الظبي ظبي الفلا رمز العطاء تتقدم هناك إلى بداية هذا الشوط. وعلى المركز الأول هناك شعار بن رشيد ينطلق مع البداية على المركز الأول. هنا عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي يقدم لنا الظبي على المركز الأول في هذه المنافسة القوية والتحديات المثيرة في هذا الشوط. المركز الثاني وصلت إرصاد عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم مشاهدينا الأعزاء من محلوة عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع يتقدم هناك على المركز الثالث مع دايم حلوة هنا في هذه المنافسة الرائعة والتحديات القوية هنا في هذا الصباح. ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود لصدارة هذا الشوط مشاهدينا وحفلنا الكريم على المركز الأول. وفي مقدمة هذا الشوط في هذه المنافسة الصدارة مع الظبي، الظبي المنطلقة، الظبي المندفعة على الصدارة بدون أي منافسة، بدون أي منازع على المركز الأول. هناك الأداء على مقدمة هذا الشوط تقدم هذا الأداء الممتاز على الصدارة. عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي ينطلق مع المركز الأول. وعلى البداية الأولى نتابع المسافة الفارقة ما بينها وما بين الأسماء القادمة هنا في هذا التحدي. ولكن خلاص بنتابع شعار بن رشيد المسيطر مع داي الظبي على المركز الأول. هناك عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي باسم الظبي مشاركا بأداي الظبي على المركز الأول في هذه اللحظات القوية، في هذه اللحظات المثيرة في هذا الشوط المنطلق. ولكن خلاص الظبي هنا تحقق ناموس هذا الشوط، تنتزع المركز الأول من هذه اللحظات هنا في هذا الشوط. سلام 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 إلى مالك الظبي هناك. ومن قدم لنا الظبي عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي على فوز وتألق الظبي هنا في هذه اللحظات المميزة، في هذه اللحظات المثيرة، في هذه اللحظات الجميلة. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء هنا إلى مالك الظبي لعبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي على انتصار الظبي وتحقيقها بناموسي هذا الشوط. تواصل هذا الأداء وتقترب من خط البودرة هنا لتنتزع الانتصار وتحقق المركز الأول هنا في هذه اللحظات. إذا التهنية هنا تنال إلى مالك الظبي لعبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي على انتصار الظبي بالمركز الأول. وهذه لحظات الوصول إلى خط النهاية مشكور بن رشيد. المركز الثاني كان الوصول من قبل الهير صاد لعمر بن عبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبي. والمركز الثالث وصلت اللي هي تأثير السلطان بن محمد بن سلطان الاكتبي. المركز الرابع وصلت اللي هي سياقة لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة. التوقيت الزمني هو 6 دقائق و25 ثانية.